الفريق هذا؟ انا ساعه حضرت الحصه التدريبيه الاولى لاسكندر القصري خلصتا. كيفاش هذه خلصتا؟ حصير اللي ريتو لازم اسوار البارك يزيدوهم شويه على اليوم التدريبات. انا ريتو ساعه حط بوشنيبا اكسيا. كيف يقو بيك يا احمد؟ ازدمتني تو المرحوم يثقوا بيه صحيح. لا انا حبيت نشوف السيونس دونترينمون الاولانيه. حط جرب بوشنيبا اكسيا وحط الدرباني أريير دروا. حس ما الحصة التدريبية أما بعد بارامو سمعت اللي رجع الدربالي للوتراب. أنا اللي نتمناه بما أنه اسكندر القصري أدابت متاع اللعب الهجوم رغم فيها باس تجرب أشياء مثلا ما جربهاش كاردوزو. يا أخوي حط تقاري دروا هبط لعب في المليون ترام لعبية كوارجية. حط العزوني حط كوناتي حط معاه الدربالي وخلي الكيب تلعب. خلي الاسبيرونس راهي كيب طول عمرها كيب أوفنسيف تلعب لاتاك كيب تسيطر تبريسي واحد ما عندناش كونتر سي ابي. خلينا نشوفوا تراس كان القصري كيفاش مثلا كيفاش باش تلعب الاسبيرونس اساس. تعرف أخيرا عرفنا جمعية أحمد الصالحي بيناتنا باركنا وبارك التراجي 100% وعلاش مشيش طبعا ايه ما خاطر حصة تدريبية لولا حبيت تفرش في لولا مختار. واخيرا انا اليوم اتاكدت عندي 300 سنة نعرفه خاطر بحياته مش تفرش في زمان. الموضوع هذا يعمل لي عركة عمل حساسية ندخل تحت السكافة. لا يتشرف بالانتماء لأي جمعية سواء التراجي.